علمت مصادر قناه تي بي ان سبورتس ان فوزي البنزرتي تم تعيينه مدربا جديدا لنادي الترجي التونسي بعد ساعات من اقاله المدرب عمار السويح. كان البنزرتي قد انفصل قبل ايام عن النجم الساحلي بعد سنتين قضاهما رفقته، توج خلالها بلقب الدوري والكاس وكاس الاتحاد الافريقي. وسيخلف البنزرتي المدرب عمار السويح الذي تم اعفاؤه من مهامه بعد تزايد احتجاجات جماهير الترجي على اداء فريقها، رغم انه يتصدر المجموعه الثانيه في الدوري التونسي ولم يتلقى اي هزيمه حتى الان بعد مرور 12 جوله. وللحديث عن تعيين فوز البنزرتي خليفة لعمار السويح في تدريب الترجي التونسي ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس مراسلنا نافع بن عاشور. مساء الخير نافع. إذا بانتظار الإعلان الرسمي، مصادر بين سبورتس تؤكد أن فوز البنزرتي سيكون المدرب الجديد للترجي، هل هناك معلومات تؤكد ذلك وتؤكد قرب إعلان الإعلان الرسمي لهذه الأخبار نافع؟ مساء الخير يحيى. طبعا تواترت هذه الاخبار تحت اليوم في وسائل الاعلام التونسيه وفي الشارع الرياضي التونسي، لكن الخبر الرسمي الذي اعلنته اداره الترجي هو الانفصال رسميا، وحتى الخبر لم ينزل الى حد الان على الموقع الرسمي لنادي الترجي وليس هناك بلاغ. لكن بما انه عمار سويح لم يتواجد اليوم في العوده للتدريبات بعد الراحه الشتويه ومساعده معين الشعباني ابن النادي هو الذي تولى التدريب، فان هذه المؤشرات رغم التكتم في محيط نادي الترجي تحيي بان الانفصال قد حصل وتم اعلام عمار السويح بعدم المباشره في اشاره للتخلي عنه. ايضا كل المؤشرات تحيي بان فوزي بنزرتي هو الاقرب في ظل الشهور الحاصله اليوم رسميا في مركز المدرب الاول للفريق الاول لنادي الترجي ان فوزي بنزرتي الذي هو في حل من كل ارتباط مع نادي الناجم منذ اسبوع ولمعرفته الكبيره باجواء الدوري التونسي وباجواء نادي الترجي الذي سرق له ان دربه ونال معه عديد التتويجات، هو مرشح كبير ليشغل هذا المنصب الشاغر حاليا. لكن الخبر الرسمي ايضا ان التعاقد لم يحصل الى حد الان، هناك اخبار تشير الى اتفاق رسمي على عديد الجزئيات مع اداره نادي الترجي من قبل فوزي البنزرتي الذي ما زال متحفظا على التوقيع لانه لم يكمل الانفصال رسميا، وهناك اجراءات اداريه وماليه مع نادي السابق النجم الساحلي تمنعه من التعاقد رسميا. كل المؤشرات توحي بان الاتفاق بات واضحا بين الترجي وفوزي بنزرتي في انتظار التوقيع الرسمي بعد 24 ساعة والإعلان رسميا عن هذا التوقيع في اليومين القادمين. نعم نافع، لماذا تمت إقالة عمار السويح؟ يعني هل هي فعلا خضوعا لرغبة الجماهير خاصة وأن الفريق لم يخسر حتى الآن، أم أن هناك أسباب أخرى؟ طبعا إدارة الترجي لما اتصلنا بها صباحا لاستقصاء الخبر مدير الكرة في الفريق أكد أنه كان صبيحة اليوم تم الجلوس مع عمار السويح والانفصال بين الطرفين كان بتوافق، كان فقط جماهيري كبير سلط على إدارة نادي الترجي وعلى المدرب عمار السويح لغياب الأداء رغم أن النتيجة متواجدة والترجي احتل الصدارة في مجموعته الثانية في الدوري التونسي، لكن غياب الأداء وانتقادات كبيرة طالت أداء الفريق ويتحملها طبعا دائما الجهاز الفني والمدرب في ظل النجوم وما وفرته إدارة النادي من اعتمادات مالية ضخمة وتعاقدات كبيرة في فترة الميركاتو الصيفي، فالأداء لم يرتقي لقيمة النجوم الموجودة في الفريق، فالضغط كان كبير على المدرب وعلى إدارة النادي، فتم التوصل لاتفاق بين الطرفين للانفصال ولتغيير وضخ دماء جديدة في الفريق. وطبعا دائما هو المدرب يكون الضحية ولا يمكن الاستغناء عن كل اللاعبين، فمن هذا المنطلق تم الاتفاق على الانفصال بين الترجي وعمر السويح.